السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين والمشتركين في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم ألوف معنا في قناة محمد أفندي التي تهنئكم وأهني نفسي معكم بهذا الإنجاز بتوفيق الله العلي العظيم وبتعاونكم. القناة الآن اعتمدت رسميا في نشر إعلانات ترفيهية، مطاعم، عطور، زهور، ورود، محلات تجميل، أسر منتجة، محلات تجارية، محلات رياضية، أي شيء، أي مناسبات، حفلات، مناسبة زواج، أفراح زواج، وكل شيء يعني موجود في منطقة جازان والمملكة العربية السعودية بلدي التي اعتز بها واتشرف بها وسجلتها المملكة العربية السعودية. سجلت عنواني على البريد الإلكتروني أبو عريش المملكة العربية السعودية. لابد أن تسجل البلد في رمز البريد الإلكتروني هذا علشان الواحد يعرف البلد اللي أنت منها. فإحنا في المملكة العربية السعودية الحبيبة سجلنا عنواننا أبو عريش المملكة العربية السعودية حسب البريد الإلكتروني والرمز البريدي. وأيضا محل أنا في جازان يعني، وفي قريتي القرفي مسجد مهدي شنب على الموقع الجغرافي. أيضا حددت الموقع الجغرافي مسجد مهدي شنب على طول مباشرة لمن أراد التواصل، وكذلك جعلت جوالي لمن أراد التواصل معي. أيضا الجوال موجود والبريد الإلكتروني موجود وأنا موجود وأنا تحت خدمتكم. والحقيقة أشكر كل المتابعين والمشتركين معي، وأحث وأشجع المتابعين الجدد والمشتركين الجدد أنهم يشتركون، وحتى جعلنا لهم من أيضا مقطع إعلاني ودعائي أن الذي يأتي ويشترك معنا، ولو وصل واحد وتصدر مجموعة وقال معه 10 متابعين ومشتركين واشتركوا نعطيهم بطاقات شحن. وقد نزلت هذا المقطع في سناب، فأنا مستعد، اللهم ارزقني وارزق مني. الآن الحمد لله اعتمدت رسميا بنشر الإعلانات على جوجل، وكذلك نشر الإعلانات على الفيديوهات موجودة، وهذا يعود العائد إن شاء الله إذا كملنا الإجراءات. بس بسيطة، إجراءات بسيطة، باقي مراجعة بس كذا علشان نكتب العناوين. لماذا؟ للمنتوجات اللي يعني نقدمها أو الأشياء اللي نروجها للمتابعين والزبائن وما غير ذلك من أشياء، وأنا دحين أروجها الآن. الآن أنا تكلمت عنها كلها، مناسبات وزواج وأفراح ومهرجانات وعطور وتجميل ومطاعم وكل يعني الحمد لله. الآن أنا أسوق هذا الآن من دحين الآن في هذا المقطع، هذا المقطع طويل. وفعلنا في القناة كذلك، نشكركم، الآن فعلنا في القناة المقاطع الطويلة. ذي المرة هتكون المقاطع طويلة، هتكون من ربع ساعة بعضها، بدل ميكر 5 الآن هتكون من ربع ساعة. وكذلك فعلنا الصور المصغرة، وفعلنا أدوات الربح، وفعلنا كل شيء موجود والحمد لله. ومن خلال هذا المقطع أتقدم بالشكر الجزيل لأحبابي فريق اليوتيوب على مواقفهم المشرفة وعلى دعمهم وعلى تشجيعهم وعلى تعليماتهم وعلى تهانيهم لنا بكل ما نصل إليه منذ البداية، من حين وصلنا 1000 مشترك والحمد لله من البداية، من 1000 مشترك. يعني الشرط الأول هو أن تحقق 1000، احنا الآن 2800 وعليها والحمد لله مشتركين، وعندنا 169,000 من المتابعين في اليوتيوب، خلى الفيسبوك وخلى سناب وخلى انستغرام، وهذا بفضل الله أولا والحمد لله والشكر لله. لئن شكرتم لأزيدنكم، والحمد لله والشكر لله دائما وأبدا. وإن شاء الله الآن أنا تحت خدمة الجميع، وخصوصا الأسر المنتجة أشكرهم أيضا لأنهم يتعاونون معايا، وقد حضرنا لهم في سوق الخيمة أو خيمة التسوق الموجودة في مهرجانة أبو عريش، وسنحضر لهم في كل مكان يدعو لنا إليه، لنحضر مناسباتهم ونروج لهم بضاعاتهم ومنتوجاتهم ونعلن عنها والحمد لله. أنا من يدعمني أدعمه وأزيد من عليه، ولا يهم أي حاجة، أعطي بكل قلبي، لأنه اللي يتعاون معك ويمشي معك أنت تزيد من عليه أكثر والحمد لله. فأنا بفضل الله وتوفيقه
إن شاء الله دائما عند حسن ظن الجميع. وحتى لا أطيل عليكم، بس في هذا المقطع وضحت لكم الآن التهاني والتبريك لي ولكم، لأن القناة الآن اعتمدت رسميا، وهي من البداية رسميا بعد سنتين قد جت، ولكن دحين الآن أكشف لكم الأمر الحقيقي. انتهت الآن الدخول على ما هو إلا مجرد نكتب، بس باقي علينا نكتب علينا بس اسم المنتوجات اللي نبغى نقدمها، والآن دحين قدمتها لكم بالصوت ومن خلال المقطع. فإن شاء الله أرجع أسجلها عندي بس في مين؟ في جوجل، علشان الواحد يعرف العنوان أو يعرف أي حاجة من الأشياء الدعاية اللي يبغاها، ولكن عنده التلفون موجود، جوالي موجود، والموقع على الخريطة موجود، وذكرت لكم في المقطع الدعائي، وعنوان البريد الإلكتروني موجود، أبو عريش المملكة العربية السعودية، على الموقع الخريطة مسجد مهدي شنب بقرية القرفي أو البدوع القرفي. وحياكم الله وأشكركم شكرا جزيلا، وأنتم على رأسي كما بدأنا وكما نحن مستمرين عليه. حياكم الله دائما وأبدا، ومرحبا بكم ألوف، وإن شاء الله دائما أكون عند حسن ظنكم، وأنتم كذلك تكونون معي حتى النهاية إن شاء الله، لكل ما فيه خدمة للمجتمع وتقدم لهذا الوطن الغالي الذي نتفانى من أجله، ومن أجل أن نقدم له شيئا من العطاء. والحمد لله وما توفيقنا إلا بالله. محبكم أبو مطران، قناة محمد أفندي.